ترقى بأحلام الشباب. شيخ، عندي سؤالين أو سؤالان. الأول، كان في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في تصنيف، كان في هذا الشجرة، وكان في مهاجرين، كان في أنصار، منافقين، مسلمين، مشركين. الآن يوجد تصنيف بشكل عالي جدا، وتعبنا التصنيف، أصبحنا نصنف الناس إخواني، تبليغي، ليبرالي، حتى مستوى الرياضي، تصنيف قبلي، تصنيف على حسب الجنس، على حسب الجنسية، وما إلى ذلك. إلى أي مدى يمكن أن نتعامل مع هذا التصنيف؟ هل للداعية أن يصنع أو أن يأمر الناس بصنع الجسور ثم يضع هو الحواجز بينهم من خلال تعامله؟ هذا يحدث. هذا السؤال الأول. إلى أي مدى ممكن خلينا نجيبه قبل الإصابة؟ طيب أبشر. مهم جدا صراحة، وتعجبني يا أستاذ ياسر والله لفتاتك في السيرة وهذا السؤال، يعني فكرة التصنيف. يعني التصنيف في العهد النبوي كما أشرت هو تصنيف إيجابي في درجات السمو والتفوق بين الناس، وحفز الناس على الانتقال من مرحلة إلى أفضل منها. لكن التصنيف عندنا هو تصنيف إطاحة، هذا رقم واحد. الشيء الثاني أنه في العهد النبوي التصنيف بناء على معايير واضحة جدا، مثل أصحاب الشجرة، أصحاب بيعة الرضوان، المهاجرين، الأنصار إلى آخره. لا، إحنا عندنا التصنيف مشكلة أنه غير علمي، غير موضوعي، هو تبني اللهجة المحلية. يعني لما تقول هذا مثلا من الإخوان، يعني هنا أنت لم تتحقق من هذا القول. أنا دائما فيما يخصني أقول للناس، لي أصدقاء كثير من الإخوان وأحبهم، وقرأت مثلا كتب سيد قطب كلها مثلا، وكتب محمد قطب، لكن قصدي أن مجرد القراءة لا تعني أن الإنسان محسوب على هذا الشخص أو على هذه المجموعة. وفي الوقت ذاته، يعني في ظرف من الظروف، لما يسألني أحد أقول أنا أحب الإخوان لكني لست منهم، لست منهم. وفي أوقات لما يعني كثر الطلق والرمي، صرت الحقيقة أجد أنا فأني أقول لست منهم. الواقع أنه لا ينبغي أنك تلاحق الناس بالتصنيف الذي لم يقولوه عن أنفسهم هم. إما أن يقول الإنسان عن نفسه أنه هذا مثلا الرأي، وهذا اتجاه، وهذه مجموعة، وهذا طريق، أو أنك تجد أنه يعني معياريا وعلميا وموضوعيا هذا هو الواقع. أما فكرة الترامي، هذا حقيقة نوع، حتى ليست الفكرة تصنيف محض، هو تصنيف يقصد من ورائه التحريض، أنه يعني يجب أن يكون كذا ويجب أن يحدث كذا. الحق أن التصنيف بحق لا ينبغي ذمه، بل هو مطلوب بحسبه، وعلى هذا درج أهل السنة والجماعة. ليس المقام مقام أثر أو أثرين أو عشرة أو عشرين أو حتى مئة، بل هو أكثر من هذا بكثير. فيه وضع المبتدع في وضعه المناسب له، وفيه وصفه ووصفه بالابتداع دون إعجام. هو مبتدع، هو ضال، هو داعية سوء، هو الذي يجر على المسلمين شرا وبيلا. ماذا نصنع له؟ هو الذي أوقع نفسه في هذا الموقع، ماذا يصنع له أهل السنة؟ يتفرجون، لا يمسونه بأدنى كلمة، وهو يعيث الفساد بين المسلمين.